واحد هاي اثنين مسكت تمام من هون ضغطت واحد هون هاي نزلت هون كيف اسقط خصمي وسيطر عليه في قتال الشوارع تابعنا عشان تتعلم كيف لايك وشير دعمنا يا بطل وصار شعارك ربي رضا السلام عليكم. السلام عليكم. أعطيتكم في حلقات سابقة كيف أمسك خصمي أسقطه. بعد الإسقاط إيش أسوي حتى إني يعني أسيطر عليه تماماً. هذا اللي راح نتعلمه بهذا الفيديو. الآن حكينا اللي بيتابعني أول بأول الإسقاط إني ممكن أجي أمسك كتفه وأحط رجلي وراء واحد شوف وأرمي. أرمي. دفعت بخط مستقيم للأمام وهاي للخلف عكس. تمام بنفس التوقيت لازم يكون نفس التوقيت تمام اللي بدنا نعلمكم اياه اليوم شيء اضافي عليه واحد مثلا واقف معي بتكلم انا وياه خلاص انا شايف انه بده يهاجم رفع ايده الى اخره اول شيء بدخل بمسك الايد تمام ثانيا بمسك الكتف خلينا نسويها بس بهاي الشكل عشان تبين شوف حسوي اول شيء سريع عشان بعدين ننتقل للبطيء من هون واحد هاي اثنين مسكت تمام من هون ضغطت دخلت حسب الله ونعم الوكيل بسيطة بسيطة الآن نعيدها معلش ممكن شوي شديدة هسوي شوي شوي بشكل بطيء كابتن دخلت أنا عليه شوف واحد مسكت إيدي على كتفه إيدي هون رجلي وراه لما أدفع قوة تمام مع بعض واحد اثنين رميت هوب وقعت طبعا أنا ظليت ماسكه ونزلته قريب مني لا تتركه يعني كابتن بالله فوق انا من طلابي كثير بشوف مثلا انه مجرد ما مثلا بده يرمي واحد بيسوي بهذا الشكل وبرمي مثلا زي هيك راح بعيد او مثلا ما وقع او مثلا انزل معي كابتن شوف واحد انزل هناك تمام وقع بهذا الشكل وتركه اجي بده يقدم عليه دب ضرب قرب بوف ضربني فانا اذا عشان اتفادى هاي المشكله لازم اخليه قريب مني شوف لازم ينزل قريب مني الآن مثلا كابتن مسكته هاي واحد اثنين رميت شوف ظليتي ماسك نزلته شت عندي مسكت هون بركبتي ضغطت وسحبت شوف من هون بهذا الشكل تمام ما جت معك من هون بهذا الشكل على الرجل الثانية بهذا الشكل أهم شغلة تعطي الحركة العكسية للمفصل هون ركبتي حتضغط على الرقبة هون بهذا الشكل هيك طيب قال لك واحد انا ما عندي قوه اني ارمي شو ممكن اسوي قال لك انا حاولت بدها قوه طيب لو بدي طريقه ثانيه قاومني ثبت نفسك شد بدي اسوي ناخذ طريقه الناس الثانيين مثلا من هون شوف مش ضابطه معك صح شوف الرقبه والرجل حيقع غصب عنه خلك وحي شوي في عينك الله شوف دا مسكت هون ايدي على الرقبة واحد هون هاي نزلت هون تمام وسحبت اوكي طيب ايش انا سويت شوف لو استخدمت بس الايد على الرقبة هون هوب ايوه المعذرة بس فشوف الدفعة هاي دفعة بسيطة كيف مع اني اثبت جسمه انا مجرد ايش خليت توازن واحد وسحبت إخلال توازن فمسألة الرمي هي إخلال توازن أكثر فهمنا كيف؟ طبعا نشكركم على المتابعة لايك وشير دعمنا يا بطل